نشكر لك شكر خاص خاطر قصينا عليك من التبحيرة. لا بارك الله فيك، احنا معنا اذاعتنا اكسبيرت فريم وبكل رحابة صدر. مرحبا بيك ربي يفضلك. مرحبا بيك، واحنا الاتحاد نحبوه وديما نحبوه بالكبار. ويعطيكم الصحة. اليوم مع تجديد العقد لسعد جردة ظهر لي الاستمرارية هي أحسن حاجة في تونس، حاجة ما نشوفوهاش برشا في تجديد العقد المدربين في تونس حتى الموسم زي ما وفاش. والله بالفعل اليوم الندوة الصحفية عقدها رئيس النادي معية الإطار الفني الكل يترأسه في لسعد جردة الشابي، وتم الإعلان على تجديد العقد الإطار الفني الكل. ما فيها باس نذكروا بهم خويا سلامة سعد جردة الشابي المدرب الأول اللي ساعده كل من نزار الجلاسي، مدرب الحراس طارق مميش، المعد البدني عمار مبيغ، وتم تعزيز الإطار الفني هذايا بمساعد ثاني اللي هو محمد أمين المهدوي طلب من المدرب سعد جردة. صحيح الاستمرارية معناها هي الكل، خاصة كونه الإطار الفني هذايا معناها بدل الوجه متاع فريق الاتحاد الرياضي المونستيري بالمقارنة مع الموسم الفارط اللي معناها كنا نلعب على تفادي النزول ومنعنا في آخر وقت. إثناء الإطار الفني بقيادة لسعد جردة قدمنا وجه طيب، حاليا نحتل المرتبة الثالثة بالترتيب نصف الموسم، إن شاء الله تكون رجعة بعد الكورونا معناها في المستوى. هذه معناها من المرات القليلة الحقيقة في الاتحاد الرياضي المونستيري اللي حافظ على إطار فني لمدة موسمين متتاليين، إن شاء الله تكون عادة حميدة. إن شاء الله يكمل عاد. اي ان شاء الله يكمل في العاده. شوف ديما حتى اخونا لسعد جردة يقول معناها هذاك قانون اللعبه، راه ساعات النتائج تحكم، تلقى معناها الجو باهي وكل شيء، فما ساعات النتائج ما تمشيش. الحقيقه هي تتحدث المونستيري ديما على راس احمد البلي، معناها الاستمراريه ديما نحاولوا معناها تكون موجوده سواء في الاطار الفني سواء في اللاعبين، وان شاء الله تعطي اكلها زاده في الموسم المقبل. نتصور مكان السيرز يطلق تجديد عقده، خاصه ان نعرف انه مطلوب برشا خاصه بعد لي بيرفورمانس اللي عملهم الاتحاد. كان صحيح صحيح والله الاغراءات خاصه معناها الطلبات، هو ما يخبي علينا حد شيء الحقيقه، الاغراءات عنده من الفرق القطريه والفرق الخليجيه، وفما زاده حتى وصلت فما اتصالات من فرق تونسيه قال لنا عليهم، لكن كنا ماشيين في معناها اتفاق واضح، ما عندنا حتى مشكله. جات ازمه الكورونا معناها غيرت برشا امور عائليه عنده هو لسعد جردة، ما تعرف عائلته معناها في النمسا. الحقيقه معناها قال اللي تفهمنا فيه قبل الازمه بتاع الكورونا خليه اون سسبونسيون حتى نشوفه وين باش ترسي كما نقولوا بلغتنا العاميه. لو رجعت الامور لنصابها بدا حتى من قبل ما يوقع العقد بصفه ماديه كما نقولوا يتابع في اللاعبين اللي باش ننتدبوهم للموسم الجديد، ومعناها توصلنا الاتفاق معاه في كل كبيره وصغيره من الشروط اللي حطها كونه يلزم يقعد ومعاه بقيه اعضاء الاطار الفني الكل. معناها حتى كي تفهمنا معاه قالوا اوكي انا فهمته معايا توا نشوفوا بقيه الاطار الفني، قعدنا معاهم فهمنا معاهم على كل كبيره وصغيره، وتم معناها اعلان تجديد العقد نتاع جميع الاطار الفني. عندي معلومه انت صحح لي، كان غلط بعثته مكتوب للجامعه طلبوا باش لعبوا مقابلتكم الكل السبعه نتاع الليل. اي صحيح هذا بطلب من الاطار الفني زاده واداره الفريق، رسمنا للرابطه الوطنيه كره القدم. احنا عندنا ملعب فيه الاضواء الكاشفه، ملعب معناها تزيد حتى الفرجه نتاعه معناها تكون ازين في الليل، الطقس سخون في عوده البطوله. بعثنا للجامعة باش نلعبوا مقابلاتنا الكل اللي في مستير معناها في الساعة السابعة مساء ان شاء الله. معناها اما ستارة العائق لهنا ما هيش الرابطة، الرابطة نصور ما عندهاش مشكل، الامن لهنا ديما ما يحبش المقابلات في الليل، عندكم حكيتوا معهم في الموضوع ولا لا؟ والله احنا سبق كون لعبنا حتى الستة متاع العشية معناها في الموسم الفارط، هاو تو احنا اذا كان يجينا الوكيم من الرابطة ولا تعاون الرابطة بالتفاهم، خاصة تدرى التلفزة تعطي رايها في الموضوع هذا. نتسوي ساعدها التلفزة السبعة هذا ماتش المستير، نتسوي ما يقلقهمش معناها. اي التلفزة ما يقلقهاش عادة، نشوفوا مع زاد وزارة الداخلية والأطراف المداخلة الكل إن شاء الله نلقاو حل يرضي للجميع معناها. باهي الإفكتيف نتاع الاتحاد سي طارق، نعرف قبل منذ تقريبا موسم سيبتو رفيق كاب وبعد خرج عليه زهير، الموسم هذا خرج أكبادو ولو أنه اتفقتوا باش يكمل الموسم، مازال فهم لاعبين خارجين مازال ولا باش تكلموا بالإفكتيف الموجود؟
والله حاليا معنا حتى حد باش يغادر الفريق. نرجع لك نقطه على اكبادو، معناها اتفقنا مع الفريق البلجيكي كونه باش يكمل معنا بطريقه يوفق ما بين اللعب مع الاتحاد الرياضي المونستيري وما يفوتوش الميركاتو اللي يسكر يزولي 5 سبتمبر في بلجيكا. دونك مبدئيا باش يكمل معنا اكبادو حتى نهايه اوت وبعد يمشي الفريق البلجيكي. اللاعبين مجدين العقود نتاعهم حتى بعد الموسم المقبل، مش الموسم المقبل هاي. ثم اللاعب الوحيد ياسين العبد اللي معناها ينتهي العقد نتاعه في 30 جوان 2020، كيف جات أزمة الكورونا وبتوصية الجامعة التونسية لكرة القدم يتمدد العقود كلها حتى لنهاية سبتمبر، ما رانا الا واللاعب ياسين العمدي معناها كي جات ترامب اوت معناها غادر الفريق. اما فما شرط ستارق انه لازم يكون خالص للاعب باش جدولو. هذا هو احنا توا معناها وفرنا للجامعة التونسية لكرة القدم ملف كامل اللي هو خالص حسب ما طلبته الجامعة لاخر فيفري ولاخر مارس هو خالص. واللجنة القانونية الاتحاد الرياضي المونستيري عملت كل ما يلزم باش تحفظ حقها. احنا قعدنا مع اللاعب واقترحنا عليه التمديد وقدمنا له العرض الاول والعرض الثاني، ما زلنا ما وصلناش معاه الحل. صحيح عنده تساؤلات مع اسبيرونس ولا ما عندكمش فكره؟ والله ما عندنا حتى فكره معناها للكونتاكت عنده مع شكون. بقينا احنا مازال للاعب على ذمه الاتحاد الرياضي المونستيري وان شاء الله نوصلوا معاه الحل معناها. وفي كل الاحوال معناها اذا كان هو اختار المغادره الحياة تستمر له الاتحاد الرياضي المونستيري ما يقف على حتى حد خويا يعني. قانون اللعبة تمام. الكلام توا برشا على نجم الفريق المهاجم الاول في الاتحاد هداف الاتحاد اوكبوتو، برشا عروض وبرشا كلامات عليه. اوكبوتو العرض الرسمي اللي جاء في ديسمبر من الفريق السعودي معناها بقيمة تتجاوز شوية 3 مليارات تونسية. 3 مليارات؟ 3 مليارات تونسية اي. ما صيبتوش؟ والله شو هو معناها شد صحيح قال راني نحب نكمل الموسم هذا على الاقل مع الاتحاد الرياضي المونستيري. يا مبلغ مغري برشا. اي مبلغ والله شنقول معناها مبلغ مهم برشا يخلي الاتحاد الرياضي المونستيري يكمل الموسم ماديا في راحه وحضر حتى جدول الموسم المقبل. هذاك الاتفاق اللي صار معناها اللاعب قلت لك صارت له وقال لنا صارت لي تجربه قبل ومشيت الفريق هكا في وسط العام ما تاقلمتش ما نحبش نعاود التجربه هذه. شنو هي الجمعيه؟ نكمل في الاتحاد الرياضي المونستيري ونخرج في اول موسم جديد لاي فريق. هذا كل خويا اسلام قبل ازمه الكورونا صفحه وطويناها. توا فما عروض ما زالت ماهيش رسميه. الاتحاد الرياضي المونستيري واللاعب معناها راغبين في خروج اللاعب اذا توفر الشروط الماديه والعرض المناسب سواء للاعب سواء للاتحاد الرياضي. شنو هي الجمعيه من السعوديه؟ كيفاش قلت لي؟ الجمعيه من السعوديه شنو هي الجمعيه؟ حسب ما نذكر يذول لي الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي. العروض فيهم مولدي الجزائر تو حاجه هكا؟ تو فما حتى عروض من اوروبا، فما حتى من بلجيكا والبرتغال، اما ما زالت ماهيش رسميه. تو ما جاتش مراسله رسميه للاتحاد السيري ما نعتبروش عرض رسمي. ماك تعرف تو لي زاجون والسمساره معناها احنا بكل حال اللاعب والاتحاد الرياضي المونستيري للموسم 2021 2021. وكما قلت لك اذا جاء العرض المناسب معناها اللي هو للفريق معناها قداش نسبة بقائه من خروجه قداش؟ كيفاش قلت لي؟ قداش نسبة بقائه من خروجه؟ نسبة بقائه 20%، نسبة خروجه 2%. مرتفعة كمان واضح. اي لا بعد معناها على ضوء قلت لك اللي كونتاكت اللي صايرين وعلى ضوء رغبة اللاعب وعلى ضوء معناها ايش محضرين احنا من انتدابات معناها لتعويض. واضح. محضرين الظروف الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك سي طارق الصيادي على كل التفاصيل اللي مديتنا بها. يعطيك الصحة ونطلبك نلقاك مستجيب. شكرا ومرحبا بكم معنا حتى مزيان. مرحبا. دونك موسيقى بعد مواصلين في فير بلاي.